يقول إيميل زولا الروائي والناقد الفرنسي: أود أن أموت من الشغف بدلا من الملل. ويقول آرثر شوبنهاور: عدوا سعادة الإنسان هما الألم والملل. وفي كتابه العادات الذرية لجيمس كلير: كيف نبني عادات جيدة ونتخلص من العادات السيئة، أن التهديد الأكبر للنجاح ليس الفشل وإنما الملل. جميعنا نشعر من حين لآخر بالحماسة لفعل أشياء جديدة أو وضع برنامج لبداية عادة جديدة كالرياضة أو الأكل الصحي، لكن سرعان ما ينطفئ ذلك الشعور ونعود إلى عاداتنا الأصلية. فلذلك سأقدم لكم مجموعة نصائح ساعدتني شخصيا على عدم الاستسلام. أولا وقبل كل شيء، ماذا تريد أن تكون؟ ما هي أهدافك في هذه الحياة؟ كل شخص في هذا الكوكب له عاداته، خلفياته الاجتماعية، تجاربه الشخصية، لذلك لا يمكن أن يقارن شخص بآخر، ولا يجب أن يقيد كل شخص نفسه بوضع الناس وأحوالهم. يجب عليك أن تحدد ما تريد أن تكونه مستقبلاً، فكلما كان وعيك بما تريد أفضل وأوضح، كلما ساعدك ذلك على الشعور بالاستقرار ومباشرة العمل من أجل تحقيقه. ثانياً، ضع أمامك مجموعة العادات التي يمكنك من خلالها الوصول إلى هويتك المستقبلية. فإذا كنت مثلاً تريد أن تصبح رشيقاً وبصحة جيدة، فالأرجح هو أن تمارس الرياضة على الأقل 3 مرات أسبوعياً، ومراقبة غذائك بشكل يومي للحفاظ على صحتك. وإذا كنت تريد أن تصبح مصوراً محترفاً، فمن الضروري أن تمارس هذه العادة وتصور كلما سمحت لك الفرصة لذلك، كما يمكنك مشاهدة فيديوهات تعليمية في هذا المجال. وكما يقول جيمس كلير: كلنا لدينا أهداف نود إحرازها وأحلاما نريد تحقيقها، لكن بصرف النظر عن ما تحاول أن تجيده، فإذا كنت تعمل حين تكون الظروف مناسبة أو حين تشعر بالحماسة وحسب، فلن تصل إلى الاستمرارية الكافية لتحقيق نتائج بارزة. ويقول كذلك: المحترفون يتمسكون بروتينهم اليومي، بينما الهواة يسمحون لتقلبات الحياة بأن تمنعه من الاستمرار. ثالثاً، أدخل هذه العادات في حياتك اليومية واجعلها جزءاً لا يتجزأ من هويتك. خصص وقتاً معيناً لكل عادة وكن جاداً مع نفسك حول أهميتها في تحقيق أهدافك. وقد ركز جيمس كلير على هذه الفكرة باعتبار الهوية البديل الأنسب لبناء عادات فعالة، وذلك عوضاً عن التركيز على النتائج، حيث أن التغيير ينبع من الداخل ويكون أكثر قابلية للتطبيق. حيث يقول: خلف كل نظام من الأفعال يوجد نظام من المعتقدات، والسلوك غير المتوافق مع الذات لن يكتب له البقاء، فربما تكون بحاجة إلى مزيد من المال، لكن لو كانت هويتك هوية شخص يستهلك أكثر مما يجني، فستواصل الانجراف نحو إنفاق المال بدلاً من ربحه. كما أنه يركز من خلال هذه الفكرة على الجوانب العاطفية من أجل استعمالها في تحقيق أهدافك، فيقول: كلما صرت فخوراً بجانب معين من هويتك، صرت مدفوعاً أكثر إلى الحفاظ على العادات المرتبطة بهذه الهوية. ويوضح ذلك بمجموعة من الأمثلة، فيقول أن الهدف ليس أن تقرأ كتاباً، بل الهدف أن تصير قارئاً. وكذلك ليس الهدف أن تكمل سباق الماراثون، بل الهدف أن تصير عداءً، وما إلى ذلك من الأمثلة المشابهة. فقد تذكر أو تذكري أن القراءة مثلا ليست عادة يستمتع بها الجميع، كما أن ليس كل البشر لديهم رغبة في الحصول على جسم رشيق والحفاظ على حياتهم من الأمراض. لذلك فإن العادات تختلف وتتنوع من شخص لآخر. طبعا معرفة الهوية هو أمر جد بسيط، ويكون من خلال العديد من الطرق، فمثلا من خلال مشاهدة الأفلام والمسلسلات أو الأنمي، أو مثلاً مشاهدة الأشخاص من حولك ومراقبة الأشخاص الذين تتابعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً. كلها طرق مختلفة تساهم في معرفة ميولك، وخاصة الشخصيات التي تريد أن تكون عليها مستقبلاً. فمنبع الملل هو فقدان الشغف والهدف الذي نسعى إليه، وكلما طالت مدة الضياع وفقدان الهدف كلما تكرس الملل، والذي يؤدي حتما إلى عيش حياة فاشلة لا معنى لها، تضر بحالتك النفسية وتؤدي في أغلب الأحيان إلى المرض والاكتئاب.
لذلك إذا اختصرنا ما قدمناه مسبقا فنقول أن معرفة هويتك تؤدي إلى معرفة عاداتك وتحفزك على القيام بها، وبالتالي تملأ أوقات فراغك، وبالتالي يغيب الشعور بالملل، ومن ثم النتيجة النهائية وهي النجاح. في الأخير أود أن أقول لكم أن كتاب العادات الذرية هو من أروع الكتب التي قرأتها، ويحتوي العديد من الأفكار. ما قدمته اليوم هو مجرد مقدمة لهذا الكتاب الجميل جدا والذي أنصح به بشدة. لذلك في الفيديو القادم سأقدم لكم مجموعة من الأفكار حول الطرق الفعالة من كتاب العادات الذرية طبعا للحفاظ على العادات التي تختارونها لبناء هويتكم. شكرا على المتابعة وأراكم هناك.